الحذر يا ديون من كل هذه الضغوطات. يحدث تغيير في السيطرة. الجمهور ينتظر تسديدة. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. ديبالا والكرة خطيرة. لوكران التسديدة. اليوم يلعب دور حارس المرمى. يتصدى للكرات بفدائية كبيرة جدا. تمريرة إلى اليوميسي. حلوة الكرة البينية. يلا أنت وضميرك، أنت وضميرك. في المرمى. يا رب. يا سلام على هذه الكرة. على اللمسة. على اللقطة. على الكرة تحرك الشباب. تحول في الاستحواذ في هذه اللحظات. الكرة تتجاوز الخط في المباراة. بعد الضغط العالي لابد من الاستفادة من استعادة الكرة. حكمة اللقاء تقرر احتساب تسلل. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. تصل إلى محمد صلاح. الكرة مع ميسي. المدافع في مغامرة كانت في منطقة الجزاء لكنه يفتك الكرة. أي شجاعة هنا في الاعتراف. أوهو ضغط متقدم وقطع للكرة. ديبالا. الكرة لا مع الفريق الآخر. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. كرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب. الشباب 5-3. مهرجان تهديفي وثمانية أهداف كاملة في المباراة. كرة فيها خطورة. هلال. أوهو ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى. كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. اكسل فيتسل. الكرة عن مندي. هنا كانت الخطورة لكن تنتهي بهذا التدخل القوي. ضربة زاوية تحتسبها في هذه اللحظات. اوهو تسديدة قوية. تدخل خاطئ. قد نشاهد بطاقة تخرج في هذه اللحظات. بطاقة صفراء في وجه اللاعب. عليه الحذر فيما تبقى من هذا اللقاء. يونيون يهدر هذه اللقطة. ديبالا متمركز في وسط المنطقة. يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. ديبالا بيلعب بالركنية في 18. التمركز كلمة السر في اللقطة. فرصة متاحة للتسديد. بيخلصها في هذه اللقطة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. لكن خلاص تنتهي الخطورة هنا. الله على الاحتفاظ بالكرة. يتقدم فيها للأمام. يا سلام. الله على الكرة. في دقيقتين كوقت مضاف بدل ضايع. الضغط العالي ناجح هنا. والآن ممكن أن تأتي الفرصة.
وفي هذه اللحظات تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية اللقاء. سيء اليوم في الملعب، خسارة مستحقة، أخطاء كثيرة كلفت الفريق المباراة والنتيجة. مهم جدا تجاوز هذه المباراة ومعالجة هذه الأخطاء حتى لا تتكرر. سيداتي نساتي سادتي، أجمل تحية مني أينما كنتم. اليوم نجلب لكم مباراة كبيرة في أجواء حماسية وغير عادية. سعيد بتواجدي معكم اليوم، أحبكم فارس عوض، واليوم نلتقي معكم وتغطية لمباراة ضمن بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم، ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق. أعزائي المشاهدين، الإدارة حاضرة اليوم بالتأكيد، ولقاء في بلاي أوف الأبطال فريق أولد بويز ضد فريق يونيون. أكيد الخسارة في المباراة الماضية في الأبطال لها تأثير سلبي على الفريق، لكن ما حدث قد حدث، لابد من التركيز على هذا اللقاء. فرصة كبيرة للتسجيل، في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. يمتد الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. سون والمساحة أمامه. فرصة أمام المرمى، كانت قريبة من المرمى هنا. حلو التسديد على الطائر، كرة كانت ستشكل خطورة. جميلة الكرة البدية، يا سلام على النظرة. تسلل هنا يوقف الهجمة، كان مهم جدا لعب التمريرة بشكل سريع وعدم الاحتفاظ بها كل هذا الوقت. تأخير التمريرة ممكن، هذه ممكن كرة التعادل. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. كومان تدخل واستخلاص لكرة خطيرة.
عمق ال 18. يا رب مستحيل هدف، هذا لا حدث كل يوم، مقصية خيالية أسطورية تعلق المرمى، هدف سينمائي في هذا التوقيت. والآن مع هالاند، هالاند يا رب سجل لثاني مرة اليوم، يقدم المباراة الكبيرة ويحلم بالهاتريك. دعم الزملاء في هذا التوقيت، بينية فيها خطورة، مرة الكرة أصبحت خطيرة، الله العارضة تنقذ الفريق، تدخل ناجح في اعتراض الكرة، أكيد النية كان لعب الكرة على الطاير وتسجيل هدف خرافي، لكن النية شيء وما شاهدناه شيء آخر تماما. الراية موجودة هنا، تسلل سليم وواضح، التحرك كان فيه بعض التسرع، التمريرة رائعة لكن اللوم على الانطلاقة المبكرة. هنا فائدة القوة البدنية لحماية الكرة، إتاحة الفرصة في هذه الكرة، ضغط متقدم على الخصم، الكرة لم تشكل أي تهديد يذكر. إلى خارج الملعب ركلة الزاوية. مع توماس روزيسكي. يلعب لك كرة بينية. كيف راح يتصرف فيها؟ رونالد كومان، الكرة بتضيع عليهم من جديد، كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة، الكرة وصلت لمحمد صلاح، كرة واعدة هنا في المرمى، يتصدى حارس المرمى، ركنية كرة في منتصف ال 18، فرصة خطيرة لصلاح، يا الله على هذا الجديد يوسع الفارق في 3 أهداف. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. ماركوس يورينتي، الله على الكرة بينية، تسلل ورايا مرفوعة، التحرك كان سليم لكن كان في تسلل في اللقطة والقرار صحيح بالتأكيد. كرة عند روبرتو باتشو، وانطلاقة لجيرت مولر، كرة في المرمى، الشباك خاوية، بالتأكيد لن تضيع هذه الفرصة و
يستعيد الكرة. شوط أول رائع حتى الآن، الفريق يتحكم في الرتم، يفرض سيطرته على مجريات اللقاء. تسويبة لتقصد الفارق. المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن. أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. يا رب على التسديدة. يونيو يتحصل على ركنية. والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. مولر وصلت إلى مولر. حلوة التمريرة البينية. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول، هنا صافرة النهاية. عودة إلى أحداث المباراة وانطلاقة الشوط الثاني، والكل يترقب إمكانية عودة فريق أولد بويز للنتيجة. ليونيل ميسي، فرصة خطيرة مع ليونيل. خارج الملعب إلى رمية تماس. كرة مع باريسي إلى أليساندرو ديل بييرو. تقدم إلى الأمام. الجمهور يطالب بالتسديد. وهنا مع روزيفسكي. أوه هدف. كورتوا يتصدى بسهولة. صلاح يفقد الاستحواذ. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. راية والصفارة والتسلل. شوط أول مميز يجعل الجماهير راضية عن هذا المستوى الفردي الجيد. كرة
يبعدها فرانكو باريزي. الله على التدخل. يغير اتجاه اللاعب الان للجانب الاخر في ارضيه الملعب مع توماس روزيسكي. كره التعادل. تدخل رائع هنا لمنع الفرصه للتسديد. يجب تسريع الهجوم المرتد الان. يضرب الدفاع بتمريره خطيره هنا لكن الرايه موجوده والكره تسلل. انطلاقه مبكره كانت سببا في الوقوع في مصيده التسلل. التوقيت مهم جدا في هذه المنطقه. تدخل وكره تبعد. ليو ميسي. كره هدف الان. المرمى خالي. المرمى خالي تماما. يعني مهمة التسجيل سهلة. لن تضيع هذه الفرصة. بتروح الكرة من جانب اول جول. يفقد الكرة بعد غياب في التركيز في التمريرة. تقدم إلى الأمام مع الكثير من الخيارات المتاحة. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. الجماهير كلها مطالبة بالتسديدة. ليونيل ميسي. إلى جورجي هاجي. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. صافرة وخطأ. هل تكون هناك بطاقة؟ الكرة تذهب من الفريق. سيرجينيو ديست. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. مهارة كبيرة في التمرير. انتهت خطورتها ولم تصبر على أي شيء في النهاية. باولو ديبالا. فرصة هدف يا أبو صلاح. كانت قريبة من المرمى. يبحث عن الهدف الثالث. هذه كرة هدف.
تسديدة قوية لكن بدون دقة، راحت الكرة بعيدا عن المرمى، لم تشكل أي تهديد وأي خطورة، كان عليه استخدام حل آخر. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة. هنا يبدو كل شيء قد قسم، سيطرة وأداء ونتيجة عريضة تجعل الفريق الضيف مرتاح في هذه الدقائق الأخيرة في هذه المباراة. بشكل عام كان الطرف الأفضل في المواجهة، والأداء القوي والثبات داخل الملعب كان واضح الاستعداد لهذه المباراة ومحاولة فرض الأسلوب المناسب للتعامل مع الخصم. وصلت إلى مولر، جيرد مولر، فرصة كانت سهلة للعودة في المباراة لم تستغل بالشكل المثالي، ضاعت الكرة ومعها ضاعت الأمان للعودة في هذا اللقاء. باولو ديبالا، تصل إلى محمد صلاح، ممكن أن نشاهد فرصة الآن، يونغ مين سون ممكن يسجل في هذا التوقيت. خارج الملعب، حاول يسددها بعيد في الزاوية لكن القائم يتدخل. دقيقتين يحتسب حكم المباراة كوقت بدل ضايع. بيرلا ميندي، كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية تماس، تصل إلى محمد صلاح، فرصة خطيرة لصلاح، كرة بتروح للمرمى، لا دفاع لا حارس، الكرة بكل سهولة في الشباك، وهذه هي الصافرة تعلن في نهاية المباراة عن فوز الفريق الضيف في هذا أداء استثنائي من الفريق. تحكم كبير اللي ظهروا من خلاله.
أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نلتقي اليوم في مباراة منتظرة، كما هو واضح فالطقس جميل جدا وكل شيء يعد بمباراة كبيرة هنا. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء. واليوم سنشهد مباراة الحسم والتأهل لنهائيات الأبطال. لدينا اليوم فريق يونيون في مواجهة فريق كينجز، مباراة كبرى مرتقبة هنا، مباراة حسم التأهل إلى النهائي. فرصة مع كين، محاولة تنتهي سهلة لحارس المرمى. هذه هي تشكيلة يونيون الأساسية لمباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، نيمانيا فيديتش سيلعب إلى جانب غفارديول في قلب الدفاع، برناردو سيلفا سيبدأ مع خوان فيرون في خط الوسط، وفي الأمام رأسي حربة لزيادة فرص التسجيل في هذه المباراة. هذه هي تشكيلة فريق كينجز. خطأ واضح وركلة حرة ستحتسب. والبينية لوب بشكل جميل. جميلة الكرة البينية. يا سلام على الأضرار. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. حتى اللحظة ما زال البحث قائما في الهدف رقم 100. أحيانا عند السعي لتحقيق رقم ما تكون لك ضغوطات تؤثر على اللاعب ولا جاء. نحن على موعد مع بيلعب للكرة. تنتظر كثيرا من اجل افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. خطيره وخطا وركله جزاء، فرصه ذهبيه للعوده في النتيجه. حتى ركله جزاء نفذت في نجاح. انطلاقه قويه بثقه كبيره في التقدم للامام. كينجز انطلاقه هجوميه في المساحات على الجناح. جوني وفرصه خطيره. الله على هذا الهدف. اي مهاره، اي روعه، اي انهاء، اي اسقاط هنا. ضربه بداء تؤشر على وضع جديد يتاخر في فريق يونيون في النتيجه. عند فرصه التمرير. تدخل ممتاز لاستعاده الكره. هنا مع جوني. رائع العرضية يعيدها إلى الوراء. برافو للمدافع، خلص الكرة. يونيون يخسر الكرة. رمية تماس. يونيون أمام مساحة للتقدم على الجناح. خطورة مع سون. يا الله. أداما ولا مع هالاند ملعوبة إلى صلاح. تراجعوا، لا يكتفون، يبحثون عن المزيد. هدف آخر يوسعون به الفارق في ظرف دقائق بسيطة. لم ينتهي الاحتفال الأول إلا باحتفال ثاني. لكنها بتصل سهلة إلى حارس المرمى اللي لا يجد فيها أي صعوبة. يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة. الحارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. تلعب في عمق ال 18. تدخل ممتاز ينهي الخطورة في هذه اللحظات. هنا يتبدل الاستحواذ. سون هيونغ. سلاي. أنا مع رودريجو. ممكن تعديل النتيجة الآن. والكرة في المرمى بدون أي مشاكل. يضع الكرة بدون مضايقات. الكرة في المرمى. عرف كيف يروح، عرف كيف يتخلص. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. والكرة في المرمى بكل سهولة بدون أي مضايقات. يضع الكرة في المرمى الخارجي.
يعترض الكرة في هذه اللحظات. بينية فيها خطورة، دفاع في الموعد بيخلص الكرة. وصلت لروبي كين، هجمت روبي، أراد أن يحرك الشباك مرة أخرى، لكن الحارس هذه المرة كرة الموعد. ماذا سنشاهد؟ أي قرار لحكمة اللقاء في هذه اللحظات؟ الدعم يأتي في هذه اللحظات. برناردو سيلفا، كرة تعود مع فريق كينغز. لودوفيك جولي، هذه هي فرصة هدا. لا 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 لا، هذه كيف تضيع أمامك حارس المرمى؟ انفراد في اللقطة الماضية، افتقد التركيز، سددها بكل قوة، ضاعت هذه اللقطة. مسافة مستحيلة، الحارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. عمل جيد في منع الكرة من الخروج. يفقدون السيطرة الآن. تلعب الكرة خطيرة من جانب سون. المشاهدين، تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول. نعود إلى ملعب اللقاء مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني، ونذكر حضراتكم بأن كينغز يتقدم في النتيجة. غياب التغطية هنا على الجراح، انطلاقة واضحة، فرصة كبيرة للتسجيل، والكرة في المرمى، هدف يعزز تقدمه بهدفين الآن. 5-3، مهرجان تهديفي وثمانية أهداف كاملة في المباراة. جولي أمامه مساحة كبيرة للتحرك، تدخل يأتي في التوقيت المثالي. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. افتكاك
للكرة. قرار هنا بإجراء تبديل في هذه اللحظات. الكرة تضيع من بو صلاح. تسديدة بعيدة عن المرمى. كم ممكن يروح ويكمل؟ كم ممكن يفكر في حل الزميل أو أن يسدد بدقة أكثر؟ الكرة ضاعت في النهاية. شوف المساندة وإيقاف للمحاولة. الكرة تتحول للفريق الآخر. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. والآن مع العويران قطع للكرة وإيقاف المحاولة. استهداف اللعب هنا كما هو واضح، سيطرة كاملة من جانب فريق كينجز على اللقاء. أنطوان غريزمان أتي باتجاه صلاح والتدخل من جون أمري ريزيب وإبعاد الخطورة. الضغط يجبر على الخروج بالكرة. أرقام الاستحواذ تؤكد تفوق فريق كينجز. عمل رائع جدا يقدم الفريق في الملعب، تحكم في الرتم في الخطوط، عارفين نقاط ضعف الخصم بشكل جيد. حتى الآن انتصار مستحق وقد يكون كبير في نهاية هذه المباراة. هذه الوضعية الدفاعية ليست الكرة في المرمى. نتيجة من الصعب تصورها في هذه المباراة. 10 أهداف 6-4. كانت كرة خطيرة لو مرات، التمريرة حلوة، التحرك أحلى، لكن التسلل حدث في النهاية بسنتيمترات قليلة، وبالتالي القرار صحيح. ضغط جيد واستعادة للكرة في مناطق متقدمة. أوهو على التصدي الخيالي من أليسون من هذه المسافة، يعني هدف 100%، لكن تألق أليسون في بعض الكرة. ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. عرضية سهلة في يد حارس المرمى. كرة بالخطأ في التمرير قد تشكل خطورة على المرمى. تسلل على غريزمان. لودوفيك دولي. والكرة عند العويران. يتقدم الكرة، فرصة خطيرة. تصدي من كوكوا والخطورة مستمرة. وهذه المرة تضرب بالشباك. سلف الحارس للمرة الأولى لكنه لم يكن كافيا في الثانية. كل فريق يعرف طريق المرمى بشكل ممتاز حقيقة. أهداف بالجملة في هذه المباراة. مرتدة ممكن أن تكون سريعة. عمل جميل. سرعة كبيرة في الكرات المرتدة. تحول يدرس من الدفاع للهجوم. لمسات أصبح الفريق أمام المرمى وكاد أن يحرك الشباك. ضاعت هذه المرة. صلابة دفاعية خلص الكرة. هذه فرصة هدف. ممتاز التصدي. تألق كبير من حارس المرمى. تدخل ناجح مشاهدينا لاستعادة الكرة. ديبالا فرصة خطيرة مع ليونيل. كرة في المرمى من محمد صلاح. هدف في الفترة. يعشق المرمى، يعرف الطريق من كل مكان في الملعب. يا سلام يا سلام. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. أعتقد ممكن أن نشاهد بطاقة تخرجها بسبب هذا التدخل. هذه كرة هدف. الله، كرة بتكسر العارضة. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة.
بشكل. يتقدم فيها بمهارة، الله على الاستحواذ على الكرة. تضيع من هنا بعد محاولة لعب الكرة تشيب، لكن الكرة تعتني العارضة. أنطوان كريزمان، عرضية من أنطوان كريزمان. شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. التأخر بهدف وتوجد فرصة وإمكانية للتقدم والهجوم وتسجيل تعادل قاتل. بشدة الكرة أصبص، الله على الفدائية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية. والآن مع العويران انتهت كل أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نتمنى بأن نشاهد مع المباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. سأكون معكم من كبيرة التعليق وتغطية لمواجهة هذا اليوم. اليوم وإلا فلا، هذه هي مباراة الحسم من أجل التأهل لنهائيات الأبطال، فهل يفعلوها؟ لدينا اليوم فريق بورو ضد فريق يونيون. مع إمكانية حسم التأهل اليوم لنهائيات الأبطال يكون للمباراة أهمية كبيرة جدا. ومع أهمية المباراة تزداد الضغوط على اللاعبين، الهدوء والتركيز من الأمور مهمة جدا من أجل تحقيق المهمة. خطأ واضح وركلة حرة ستحتسب. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. كرة تخرج خارج الملعب، استخدام القوة في التسديد هو سبب ضياع الفرصة هنا في رأيي. هذه هي تشكيلة فريق بورو. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، إيفان كوردوبا سيلعب بجوار فان دايك في الخط الخلفي، عبيدي بيلي سيبدأ مع ديفيد بيكام على الأطراف، وفي الأمام رأسي حربة للكثافة الهجومية. نستعرض في هذه اللحظات تشكيلة فريق يونيون. في المرمى يتواجد كورتوا، نيمانيا فيديتش سيلعب إلى جانب غفارديول في قلب الدفاع، محمد صلاح سيبدأ مع سون في الأجنحة. فرصة للتقدم في المباراة، ولكن الخطورة تنتهي عند الحارس. يرسل الكرة لوسط المنطقة، انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية. الأرقام لا تكذب هنا، نحن نتحدث عن 400 مشاركة مع النادي، ليس من السهل أبدا الوصول لهذا الرقم. هذا الرقم يحتاج لعمل وجهد كبير، رقم يؤكد قيمة الكبيرة هنا. الوصول ل 400 مشاركة يعني بأن يعيش استقرار كبير هنا. وكرة بيشتتها كوردوبا، التوافق الهجومي يعطي الفريق العديد من الحلول. ضغط عالي واستعادة الكرة ممكن أن تشكل خطورة. الله على هذا التدخل، أبعد الكرة من منطقته. والآن مع هالاند، هالاند يا رب.
تحتسب إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية في البوكس بأقدام دي بروين. ركنية ضعيفة لم تشكل أي خطورة. سون. والآن مع جاك هاري. الكرة بتروح لهالاند. الله على الكرة بينية. بينية بتعدي، بينية بتمر. كرة بتتخلص بعد انطلاقة كان ممكن تشكل خطورة. والآن مع أداما تراوري. تصل لسون. والاعتراف بكل شجاعة. ركنية لمصلحة يونيون. فرصة ذهبية لقتل المباراة مبكرا لكن بضيع. كان ممكن يريح الأعصاب لو سجل هذه الكرة. كان بالإمكان أن يصبح الفارق هدفين الآن. تمريرة قوية بتمر من الجميع وبتروح سهلة. هذه هي فرصة هدف. والحارس يتصدى للكرة. كرة عند كارلوس. دلول تقر حكمة اللقاء هنا بتأخير ملاحظ التمرير. الكل في الملعب أدرك اللعبة وبالتالي كان سهل الوقوع في مصيدة التسلل. هالاند. تدخل عنيف في منطقة الجزاء. تدخل ناجح مشاهدينا لاستعادة الكرة. راحة كبيرة في التصدي هنا. إيرلينغ هالاند. تدخل ناجح هنا لاحتراز الكرة. تدخل رائع هنا لمنع الفرصة للتسديد. ماركوس ليورينتي. جدا في الأمام. عبيدي بيليه. والعبية هنا تستطيع. يا رب يعودون في النتيجة. هدف التعادل يأتي. كرة تضرب الخط الخلفي. خطيرة لكن الراية تعلن عن وجود تسلل. التوقيت هو أهم شيء في مثل هذه اللقطات. فرصة خطيرة ضاعت بسبب توقيت الانطلاقة. كيل ووكر. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. وإبعاد في هذه اللقطة. تدخل بدون أخطاء من دي بروين. بيتخلص من الرقابة. الحارس يخرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة.
ركنية وفرصة للتقدم في النتيجة. أخيرا تأتي أول فرصة ومعها ترتفع أصوات هذه الجماهير لدعم الفريق للتقدم. إذن الصافرة تعلن نهاية الشوط المباراة الأول. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء.